تحضيرات الثلاجة والفريزر قبل شهر رمضان جداً مهمة، وفي هذا الفيديو حابة أشارككم بعض الأفكار اللي حتساعدكم. المكسرات لما تكون محمصة وجاهزة تختصر عليكم وقت، فتقدروا تحفظوها في الفريزر لمدة شهر في برطمان محكم الإغلاق. الخبز المقلي نقدر نعمل كمية ونحفظها في علبة مقفلة في الثلاجة لمدة 3 شهور. بالنسبة لمرقة اللحم والدجاج اللي تستخدم كثير في شهر رمضان أو غيره، نقدر نحفظ كمية كمان في برطمان مقفل وتجلس من 4 إلى 6 أشهر في الفريزر. صوص البولونيز اللي يستخدم في وصفة اللازانيا أو السباجيتي، نعمل منه كمية ونحطها في علب مقفلة كويس ويجلس 3 شهور في الفريزر. نقدر نفرزن كمية من خلطة الأجبان اللي نستخدمها للفطاير والمعجنات في رمضان لمدة شهر في الفريزر، بس لازم تكون مقفلة كويس في الأكياس بهذه الطريقة. الناس اللي تحب المتبل تقدروا تعملوا كمية من البتنجان المشوي وتحفظوه في الفريزر لمدة 3 شهور وما حيتغير معاكم. تجهيز كمية من الكفتة اللي نستخدمها في وصفات مختلفة في شهر رمضان مرة مفيد، فنقدر نعمل كمية ونحفظها في الفريزر لمدة 4 أشهر، بس لازم نتأكد إنه إحنا جمدناها كويس قبل لا ننقلها للعلبة. تحضير بعض الصوصات زي صوص البيتزا أو صوص اللي بنستخدمه للفتات في علب صغيرة وتكون محكمة الإغلاق، ونقسمها على حسب الكمية اللي نحتاجها، ونقدر نفرزنها وتجلس معانا لمدة 6 شهور وما حتتغير. مهروس الثوم أساسي في كثير وصفات، فأعملوا كمية وقسموها على مرطبانات صغيرة وأحفظوها في الفريزر لمدة 6 أشهر. بشر الليمون والبرتقال له استخدامات في كثير من الكيك والحلويات، فتقدروا تحضروا كمية وتقسموها على مرطبانات صغيرة وتحفظوها في الفريزر لمدة 3 أشهر. في بعض الأحيان يكون الوقت ضيق، فمفيد جداً إنه إحنا نجهز بعض الخضروات لأنواع من الشوربة زي شوربة العدس أو شوربة الخضار، ونحطها في أكياس تكون محكمة الإغلاق ونحفظها في الفريزر، وهذا تطول معاكم إلى 9 أشهر. بهذه الطريقة أكون شاركتكم بعض الأفكار اللي تقدروا تفرزنوها أو تحفظوها في الثلاجة وحتساعدكم كثير في شهر رمضان. إن شاء الله تكون عجبتكم، وكل عام وأنتم بخير.